وزارة ديالي سلام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي اموركم تمام؟ رمضان كريم، صحة وسلامة. المهم راني متكاسلة في اليوتيوب، راني عارفة راسي مبقاش ندير خاطر نمونطي الفيديو نحطو، كنصور نصور ونخليهم ايوا ما علينا. المهم الفطور ديالنا اليوم هانتوما كيف كتشوفوا، صراحة داني هكا كريفات كنا غنديروه صوتي. ساعة اختي مني جابت داكشي منقي، وحتى المرنة جابوها ليها مقطعة فيلي، فقلبنا داك الشيء اللي كنا بروغرام اللي كنا دايرين، لان راكم عارفين دوك اللي كتعيط لهم في التليفون وهذا بعد ما الناس ما ياخذوش الاوردر مزيان. فهي كانت غتجيب مرنه غنديروها في الفران، وغنديرو هادو لك حبات صوتي هكا في المقله ساعه تنقاوهم. يلا نقصوا لنا التنقيه. كنا زعما نصوتوهم بالقشور ونحطو الواحد ينقي ياكلو راسو هكا. يلا هكا احسن كاع. رمضان الواحد صايم ما عندوش خاطر يبقى ياكل وينقي. والمرنه في اللي غادي نديرها حتى هي في الفران كيف ما تشوفوا معايا. المهم هنا درت شويه زيت زيتون، شويه ديال الثومه، ورق سيدنا موسى، وشويه هكا ديال البزار وملحه، وغنسوطي فيهم هاد الكريفيت حتى لاخر لحظه. طبعا تيقرب الاذن تيأذن بليتو عاد غنديرها، يعني هادشي راه كتشوفوا راكم عارفين كيكون ديجا صيبتو. هنا المرنه غادي ندير لها شويه ديال التتبيله ديال البودره ديال الثوم، بودره ديال البصل، شويه البزار، شويه الملحه، وغنخليها هكا وغنستفها في لاطا اللي غنكون ديجا درت فيها ورق الزبده، وغادي ندخلها في الفرن طيب. طبعا درت شويه ترشه زيت باش ما تلصقش ليا وصافي. شوفوا الكريفات راه ما شعلتش عليه، راه درت لي ديك التتبيله وحركته في المقله وخليته تما باش تدخل لي ديك التتبيله، وتيقرب المغرب عاد نشعل عليه. وهذه شويه غندخل الفران ديجا دايره بوطيطوس وداكشي يطيب، فالفران راه ديجا سخون يعني حتى لاخر لحظه يقرب، يبقى 20 دقيقه 30 دقيقه عاد غندخلها طيب. انا راكم عارفين الحوت بعد ما كيطلق الماء. وهكذا فين الفطور ديما كنديروا سلطه، كنديروا معاه شي حاجه هكا، لحم، دجاج، كفته. الدجاج صراحه ماشي بزاف كليناه، باقي ما ماشي بزاف درناه. يلا غير الدجاج، غير الحوت، اللحم، سوسيس، وكفته بحال هكا. المهم هنايا كيف كتشوفوا راه استفتوا في اللاطا، وترشيت عليها ثاني شويه ديال البزار وداكشي باش يجي بنين. هنا عندي بوتيتوس ديجا حتى هي دايرها بنفس الطريقه اللي كنوريكم ديما، وكانت عيطات اختي قالت لنا ديروا لي انا بطاطا حلوه، كانت غير وحده قسمتها درتها ليها. هنايا كانت ماما دايره شويه ديال بطاطا حلوه هكا طاجين، ويا ربي شريميله، وسلطه ديال الخس وداكشي راكم عارفين. المهم هنا كيف كتشوفوا هذا هو الفطور، درنا كريفيت وهاد السلطه صايبتها عاوتاني بالليمون وبالخيار وداكشي الاخر، وبوتيتوس وشريميله ولا تكتوكه، والبطاطا حلوه ديال اختي، وهذاك الفيلي راها كيفاش جات. وطبعا كيف ما كنقول لكم انا غتلقاو نشارك معكم ممكن ثلاثه الفيديوهات اولا ثلاثه الفطورات في فيديو واحد، لان ما بقاش عندي الخاطر نصور كل شيء كل نهار نحط حاجه. هنا كنشيط العدس، سخنته هكا حطيته حتى هو في الطبيصلات، وصافي راكم عارفين. شوفوا معايا الغزاله ديالي البنات، هنا راه نهار اخر طبعا موجده عاوتاني. داكشي كنعطيكم غير اختصار، صراحه ما درتش شي شهيوات لانه ما قالوا لك ما تبقايش ديري لنا داكشي تا كيك وداكشي. قالت لي اختي كتبقى تغوت فيما تشوفني حطيته مع الفطور، وكتشوف بابا خداك كتبقى تغوت عليا، كتقول لينا ما تبقاوش تفطروا بداكشي، وكيقول لها بابا راه هي اللي كديرو. ايوا ولاو كيحطوا عليا انا اللوم، داكشي علاش ما بقيتش كندير شهيوات. قلت لهم انا ضروري خاصني كيكه، بحال اليوم درت هذا الكيك، هذا هي نفسها اللي موفا كندير، غير انا درتها بنوتيلا وزدت عليها زعما درتها غيرت النكهه عوض فاني، درت فاني ولكن زدت شوكولا نوتيلا وشوكولا بودره، وسلطه ضروري منهم لي سلطه ضروري. المهم هنا بروكولي مع شوفلور وسلطه اخرى، وصافي هنايا غنصوطي هذاك الشيء. وكنت صيبت بريوات فاش كتشرت عندنا الكروفيت ولا ميرنا، راه شفتوهم في دوك الفيديو السابق انه فطرنا بهم. الوغ فاش كيشيطو ما كيترماوش، كنديرهم لا غدا لي كندير بهم بريوات اولا شي حاجه باش ما يضيعوش، لان غادي تلاح علاش ما ديريش بيه بريوات، كيجي من السمين زوينين. شاطت الميرنا بزاف وشاط الكروفيت، درت بهم هاد السيجار كيف كتشوفوا، وصافي هنايا صوصيص وكفته مع لي سالاد. وهذا هو الفطور ديال نهار اخر، فممكن نزيدكم حتى ثلاثه الفطورات. ولكن راه كيفما قلت لكم هذا الشيء راه ما بقيتش كندير شهيوات، لان قال لك ما تبقاوش ديري داك، قالت لي اختي البيتزا وداك الشيء ما ديريش لينا. هي ما كتاكلوش اصلا، ولكن هي دابا كتشوفني انا وبابا كناكلو كتبقى تغوت علينا. ايوا قلت لاختي ما يمكنش، ضروري مقبلات مملحات. ايوا هذا الشيء اللي كاين البنات، هذا هو الفطور ديالنا. المهم قولوا لي نتوما كيفاش كدوزوا الفطور، كيفاش كتفطروا، شنو واش نتوما كديروا ماكله هكا ولا اشنو. ايوا صافي هنا لا غدا لي كانت ماما مشات للمرجان، جابت هاد الزليفات، جابت هادوك القريعات زوينين عجبوني العصير، وصافي نتوما كيف ما كتشوفوا جابت دوك الطبيصلات، كانوا خاصني الطباصل شويه مربعين، كان عندنا واحد تهرس وبقى واحد فيه،
وانتم مهم ممكن نزيدكم فطور ديال نهار ثالث، يمكن صافي نسى لي فيديو هنا بقى ما عرفتش صراحه، كنحاول نشوف الفيديوهات اللي كنكون مصوره ننزلهم. راكم شفتوني هذا رمضان قلت غننزل بحال كل عام كل نهار فيديو، ولكن ما قدرتش وراكم عارفين الظروف ديال الواحد ديال رمضان صغير وما كيساليش وما كيكونش تفاعل، صافي كتبقاي تتعكزي. ايوا داكشي علاش قلت لهم جمع جوج ثلاثه في فيديو واحد وصافي. المهم هنا لقيت ماما جايبه هذا الكبده، لا يا ربي ماشي الكبده، كانت خشي جابت هاد فوفيلي درناه درت له هكا غسلته خليته يتسخطر وغنديرو حتى هو بالطريقه اللي كنديرو ديما، الزعيد شويه ديال تاع انا ورق سيدنا موسى، الثومه شويه ديال الى عندكم هذاك اليزر الشوب اللي كيكون باقي ما يابسش ديروه، ما عندكمش راه ديروا غير الورق سيدنا موسى والثومه والتتبيله عاديه وتحطوه وصافي. كان هذا هو الفطور ديال الثالث يوم يعني ثلاثه النهارات وصافي. انتم راكم معايا نخليكم مع باقي فيديو مراحل وصافي، تهلاو في راسكم نشوفكم فيديوهات جايه. كما قلت لكم راه حيت ما درتش هوايات ما درتش وصفات اللي جداد، كندير غير داكشي، نهار تكون شي حاجه جديده غنشاركها معكم من الاول حتى الاخر وصافي. كنشارك معكم غير بغيف باختصار باش ما نطولش الفيديو، ويجيني هكا ثلاثه النهارات في فيديو واحد احسن. الله البنات هذا نهار اخر عاوتاني دايرين كبيده هنايا، الكبده هذه ثاني مره كنا نديروها الصراحه، انا كتحيري ما كتعرفيش شنو كتقولي، كتقولي اللهم نديرو شي حاجه صحيه، اللي الكفته كتطلع لك في الراس والصوصوص كيطلع لك في الراس واللحم كيطلع لك في الراس، دونك كيبقى غير الكفته والحوت اللي كتقدري تبدلي بهم ما كيطلعوش لك في الراس. الدجاج كيفما قلت لكم باقي لحد ساعه ما درناش في رمضان. المهم هنايا درت البصيره باش ندير فيها الكبده، ديجا كانت مرقده في الشريميله وصافي. غادي لقيت ماما دايره داك الحساء اولا ديك السوب ديال الشوفان اللي كتكون بمطيشه، كتكون ماشي بيضه يعني فيها الكرافس فيها مطيشه فيها السمن زيت العود بزار ملحه شويه سكنجبير شويه الكركم شويه ديال الزعفران الا بغيتو ديرو الملحه طبعا. ومهم راكم كديروا ليها بحال شكل ديال الحسوه الحمراء وصافي. هذا هو كما قلت لكم درت كندير معكم داكشي اللي اشنو كاين هنايا، كما قلت لكم راه ما كانش الفطور عاوتاني درنا غير صالاد وحده وهذاك السوب ديال الشوفان والكبده. هذا الشيء اللي كاين، تهلاو لي فراسكم نشوفكم فيديوهات جايه.